يسعى فريق ميلان الإيطالي إلى إعادة الفرحة لقلوب عشاقه عندما يستضيف كابي اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، ويطمح في تخطي عقبة ضيفه لبلوغ نصف النهائي وتلقي دفعة معنوية تساعده بالابتعاد عن مركزه الثامن في الدوري المحلي. أعلن نادي روما الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إقالة مدربه رودي غارسيا اليوم بعد سلسلة من نتائج الفريق المتواضعة، ولم يعلن روما اسم المدرب البديل لغارسيا الذي شغل المنصب منذ 2013، فيما سيتولى ألبرتو دي روسي قيادة التدريبات إلى حين الاتفاق مع مدرب جديد. ويبدو حسب الأخبار بأن المدرب السابق للفريق والمقال لوشيانو سباليتي هو الأقرب لاستلام الدفة بعقد سيمتد لسنة ونصف.